بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشروع الإفطارات الرمضانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي. واجبات إفطار رمضانية لمسجد صدقة عن المرحومة سلوى عبد الله عازم مصروف بإشراف ترحم سنابل الخير. هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.